لقد مضت أسابيع منذ أخرجني هؤلاء الأوغاد من السجن، من إيفان وابنتي إلى هذا الوادي الغريب. لقد وكلوني بمهمة إيجاد مضاد التأثيرات الغريبة لحبوب اللقاح المتنافرة في الهواء. الآن أعتقد أن لدي تركيبة قد تجدي نفعاً، مستخلص من أغلفة بذور النباتات، كبد الحيوانات التي تناولت الأزهار وهضمت السموم، مشتق فينوثيازين. ذاك الأخير خطر، لديهم كميات كبيرة منه هنا في الجولاك للاستخدام كمبيد حشري. يمكن استخدامه أيضاً كمضاد بدائي لمرض الذهان، كما يحمل تشابهاً كيميائياً لمركبات أخرى قمت بدراستها، أو قد يكون ساماً. لقد وجدت شيئاً، أحد السجناء دون تركيبة قد تبطل تأثير حبوب اللقاح. لابد أنها من جدتي، الساحرة قتلتها والآن ستساعد في إنقاذ جدي كما يروي في إحدى قصصه. ناديا، تحلي بالإيمان لارا، عودي للمنشأة السوفيتية حيث تقابلنا، سأساعدك على إيجاد ما تحتاجينه.